إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وحده لا شريك له الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فبأبي أنت وأمي يا سيد خلق الله يا من جئت بهذا العلم وهذا النور لتخرجنا من الظلمات إلى النور فمن اتبع سنتك وهداك فقد فاز فوزا عظيما ومن ضل عنك فإنما أضل سواء السبيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني في الله يأخذنا حديث اليوم بإذن الله تعالى عن أشياء يفعلها كثير منا وكثير من الناس ولا يلقي لها بالا ولا يعلم مقدار هذه الأشياء التي يفعلها من عظم ذنبها عند الله تعالى وهذه الأشياء هي قطيعة الرحم أي هجر الأقارب أي المقاطعة بين الأهل أي تقطع أحداً من أهله بالخصام بعدم السلام ولا مثل ذلك ولا يدري هذا الإنسان أو لعله يدري أن هذا الأمر يجعله من أهل جهنم والعياذ بالله وأما قطيعة الرحم تجعله والعياذ بالله من الذين لعنهم الله عز وجل في كتابه الكريم تخيل أخي في الله قاطع الرحم من ناس لعنهم الله في كتابه الكريم قاطع الرحم يقول عنه رسول الله لا يدخل الجنة قاطع رحم حتى إن كان يصلي حتى إن كان يصلي ويصوم ويحب حتى إن كان يصوم ويحب وسوف نأتي بما يثبت صحة هذا الكلام اليوم بإذن الله تعالى فتخيل أخي وأنت تقرأ كتاب الله تعالى أن الله عز وجل يقول هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم انظر أن تفسدوا في الأرض وأن تقطعوا أرحامكم ما جزاهم عند الله بل لعنهم الله وأعماهم لعنة من الله عز وجل لقاطع الرحم الله عز وجل يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل تخيل الرحم أنت تصل ورحمك والله عز وجل يقول على هؤلاء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أي خسر الحياة الدنيا وخسر الآخرة فتعالوا إخواني في الله نسينا في هذا الأمر وكثير من الناس تجده من يقطع أخاه أو يقطع أخته أو عمته أو خالته والأبعد من ذلك من يقطع أمه أو أباه والأبعد
من ذلك الذي يقطع أمه أو أباه. ألم يعلم هذا أن قاطع الرحم يقول عنه الله عز وجل لعنه في الدنيا وفي الآخرة؟ ألا يعلم أن الله عز وجل يقول على لسان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمن، الرحمن من يريد أن يقطعه الله عز وجل؟ من يريد أن تخرج صلة الأرحام تجلس تحت العرش بقاطع صاحبها تدعي عليه إلى يوم القيامة وتقول: اللهم اقطعه كما يقطعني؟ من يدري أن صلة الأرحام توسع في الأرزاق وتطيل العمر؟ فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصلوا أرحامكم ولو بالسلام، لأن انت بتلاقي واحد مثلا أخوه أو خالته أو عمته أو كذا ويقول لك أنا ما روحش عندك، دي ست وحش، دي كذا، دي كذا، ده النبي بيقول لك أوصلوا أرحامكم ولو بالسلام. كلمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي أنت تسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يقاطع المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، وإن مات على ذلك دخل النار. يعني لو واحد في ثلاث أيام، يا أخي بص احنا مقاطعين ناس، مقاطعة ناس قد إيه؟ قال لك ثلاث أيام، لو مات ما دخلش الجنة، وخيركم من بدأ بالسلام. طب ليه انت تلاقي نفسك واحد مثلا يقول لك انا ما بروحش عند عمتي، ما بروحش عند خالي، ما بكلمش اخويا، ما بكلمش اختي؟ لو جيت بصيت في الامر ده ايه السبب في كده؟ هتلاقي ايه السبب في الامور دي؟ تدخل شيطان يجعل عند هذا الانسان الكبر والعياذ بالله. تدخل شيطان يقول لك بص شتمك، بص عمل ايه؟ بص انت بتكلمه وهو ما بيكلمكش، شوف هو بيكلم. هو ذا النبي بيقول لك خيركم من بدأ بالسلام، أحسنكم من بدأ بالسلام. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يقبل صدقة من رجل يتصدق على البعيد ولم يبدأ بالقريب. يعني واحد عاد غني ويتصدق، بيذهب يتصدق على الناس بره وعنده ناس في عنده فقراء لا يتصدق عليهم، قال لك لا يقبل منه صدقة. ولو بصيت فيها هتلاقي فيها رياء، انت اللي بيخليك تروح تتصدق في الخارج على الناس بره، وعندك ناس اولى بالصدقة، صلة ارحامك، اخوك، اختك، قريبك، ابن عمك، ابن خالتك، هكذا اقرب بالصدقة دي وانت تتصدق في الخارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا يقبل منه صدقة. يبقى اذا اخواني في الله، صلة الرحم عظمها عند الله تعالى. وتعالوا نرى هذا الرجل الذي كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلق روحه. يا عم قول شهادة أن لا إله إلا الله، الرجل بيموت روحه بتطلع، قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش قادر يطلعها على لسانه. راحوا للنبي قالوا له علقمة، يحتضر ولا يستطيع أن يخرج شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أأحد من والديه، على قيد الحياة، حد من أبوه وأمه عايش؟ فقالوا لي أمه ست كبيرة. بص أدب حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم طب اذهبوا إليها وقولوا لها رسول الله يقول إليك أحضري إليه، وإن لم تستطيع الحضور حضر إليك رسول الله.
ذهبوا قالوا للمرأة دي رسول الله بيقول لك كذا، قالت أنا أولى أن أذهب إلى رسول الله. فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست، فقال لها رسول الله: يا أم علقمة، كيف كان حال علقمة معك؟ فقالت له: يا رسول الله، كان رجلا صالحا، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير قيام الليل، كثير التصدق، ولكن كان يود زوجته ويبغضني. بيتعامل مع مراته وما بيتعاملش مع أمه. يود زوجته ويبغضني. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفنة من الحطب، هات شوية خشب، فأوقدهم رسول الله. فقال له: ماذا تفعل يا رسول الله؟ قال: هنجيب ابنك علقمة وهنحرقه بالنار. قالت: لا تفعل يا رسول الله. قال لها: انت غضبك عليه هيدخله نار جهنم، فانت مش مستحمله عليه نار الدنيا، فما بالك بنار جهنم. اعمل ايه يا رسول الله؟ قال لها: ان لم ترضي عن ابنك دخل نار جهنم. رضا الام وتطيعه الابن للام منعت خروج الروح. مش هذا قال لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ الناس بتقول له قول، مش قادر يقول. قالت له: لا يا رسول الله، رضيت عنه. فقال رسول الله لاحد اصحابه: اذهب الى بيت علقمه لعل امه استحى مني. فقالت: رضيت عنه. شوف دي رضيت عليه من قلبها ولا لا. فذهب الرجل فوجد علقمة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفهم من الحديث ده إيه؟ وده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنك صايم، بتصلي، بتصيم، بتكيم الليل، لكن عامل قطيعة. عامل إيه؟ قطيعة رحم. فوجبت عليه النار. يعني الصلاة مش نفعالي، مش نفعالي. ليه؟ لأنك في أمر هنا ربنا بيقول لك أنا الرحمن. قال لك: وما الرحمن؟ هي الرحم. فمن وصلني وصلته، ومن قطعني بكته. يعني إيه بكته؟ يعني قطعته. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا الحديث جيدا، لأنك تجد هذا الحديث وبنقول إحنا دايماً إيه؟ مفيش بركة في بيوتنا، العيال كلها متشيطنة جوه البيوت، الشياطين كترت، واحد عامل لي عمل، واحدة تقول واحد عاملة لي سحر، واحدة مش عارف عاملة لي إيه؟ تعال بص للموضوع ده. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، واحنا كلنا عارفين من هو ابو هريره، ابصر من روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يلقي درسا بين صحابه رسول الله. قبل ما يقول الدرس بتاعه هم قاعدين مجتمعين كده، اول حاجه قال ايه؟ اخرجوا او كل من هو قاطع رحم فليخرج من بيننا. اي واحد اللي قاعدين قاطع صلة الأرحام يخرج من ما بيننا. فخرج، مفيش حد قام إلا شاب في آخر المسجد فخرج. راح فين الشاب ده؟ راح لعمته، مقاطعها من سنين، فأصلحها، صالحها. فقالت له: ما الذي جاء بك اليوم؟ فقال: كنت عند صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لأستمع الدرس، فقال: كل من قاطع رحم فليخرج من مجلسنا. قالت له: اذهب إلى أبا هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له لماذا قلت ذلك. أنت قلت كده ليه؟ يخرج من مجلسنا كل من هو قاطع رحم. فذهب الشاب وقصر قصته مع عمته
الى ابا هريره، قال له انا كنت انقطع عن مني، وانت لما قلت كذا خرجت وصلحتها، وقالت لي اذهب الى ابا هريره وقول له انت قلت كده ليه؟ فقال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمه على قوم فيهما قاطع رحم. رحمه ربنا، تعرف رحمه ربنا يعني ايه؟ رحمه ربنا يعني ايه؟ يعني رزق، يعني ستر، رزق، ستر، مغفره، كل من يخطر على بالك، كل من يخطر على بالك هي رحمه ربنا. قال لك لا تنزل رحمة الله على قوم فيهم قاطع رحم. انت بص في البيت بتاعنا، بيوتنا، تلاقي ممكن الاب مقاطع اخوه، الام مقاطع اختها او مقاطع ابوها، او الابن والابن تلاقيه مقاطع عمه او عمته او خالته. طب ما البيت، ويا سلام بقى لو البيت كله مقاطع بقى بيت تاني، تلاقي الاب والام وكذا ما بيروحوش مثلا عن مقاطعين اخوهم، متخانقين معاه، اصل احنا متخانقين معاه، اصل احنا زعلانين معاه، ما بتروحش ليه؟ اصل احنا، طب انت رحمه ربنا هتنزل في البيت ده ازاي؟ انا مش هخش بقى في قصص غيبه، لا انا بقول لك بس حديث صحيح رواه أبو داود والطبراني أن رحمة الله لا تنزل على قوم فيهما قاطع رحمة. أنت بتصلي عشان رحمة ربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا أؤمن مرة رب لا يدخل الجنة أحدا إلا برحمة الله تعالى. حتى أنت يا رسول الله، حتى أنا، ده ما فيش حد يخش غير برحمه ربنا. تخيل رحمه ربنا مش نازله على ناس عشان فيهم واحد قطع رحم. تخيل لو بيت، اسره موجوده تلاقي فيها مقطعه بعضها بعض، اسره موجوده تلاقي الابن ما بيكلمش ابوه، الابن ما بيكلمش اخته، الابن ما بيكلمش اخوه، الأب ما بيكلمش أخوه. فين رحمة ربنا اللي هتنزل على هؤلاء القوم؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أو كما قال في يوم الجمعة ساعة، ادعوا الله عز وجل لعلها تكون ذلك هي الساعة. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد خلق الله حبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا رحمته ما بتنزلش على عبد قطع رحمه أو على قوم فيهم قطع رحمه. إن المولى عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة النساء: على قاطع الرحم لعنه. هل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ بل لعنهم الله. يا نهار أبيض، لعنوا الله عز وجل، ده مين اللي لعنه؟ ده واحد بقى على الجبل قال لعن الجمل، النبي قال ما تنقبوش الجمل ده عشان ملعون، ده اللي لعنه ربنا بقى في كتابه عشان قطع صلة رحم، هتقبل منه صلاة ازاي؟ يعني قول لي انت يا عم، هينفع يقبل منه صلاة؟ واحد ربنا لعنه هيقبل منه صلاة؟ هيقبل منه صيام؟ هيقبل منه صدقة؟ انت احسبها مع نفسك، هات صورة النساء اقراها. بلاش انا يا سيدي، اقرا ربنا قايل لك ايه عن قطع الرحم.
يعني انت بتصلي وهو قاطع الرحم ازاي؟ ده ربنا لعنك اللي قاطع الرحم. هتقول يا عم اصلي هو ما بيعاملنيش. يا اخي واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له في ناس قرايبي بزورهم وما بيزورنيش وبطهم وما يودونيش. قال له يا اخي رحمهم لعل يبلغهم السفه. وما السفه يا رسول الله؟ قال لك انك بتحط رماد الفرن المولع في افواههم. انت مالكش دعوه، انت بتاخد ثوابك، انت بتعمل اللي عليك. انت بتعمل لمين؟ احنا بنعمل في الدنيا ديت لمين؟ انا او انت او اي حد في الناس اللي موجوده او في كل المسلمين على وجه الارض بيعمل لمين؟ بتعمل لدنيا ولا بتعمل لله عز وجل للاخره؟ اي واحد فينا لما يجي يحسب حساباته اليوميه ويقفل دفتر حساباته اليومي، انا بعمل اليوم ده عملت لربنا ولا عملت؟ انا ميت ميت، ده ربنا بيقول للنبي انك ميت وانهم ميتون. انت ميت ميت. فانت بتعمل لله عز وجل ولا بتعمل للدنيا؟ لو بتعمل للدنيا خليك في الدنيا، بس اعرف بعد الموت ايه؟ ربنا جعل ايه؟ في نار والعياذ بالله. طب انا بعمل لله، يبقى اما انا هعمل لله اللي مقاطعه ده هعمله لله، هصله لله. في ناس اقسم لك بالله وانا على منبر رسول الله مش عايز اقول لك ممكن انت ما يستاهلوش ان انت تسلم عليهم، لكن انت بتسلم عليهم ليه؟ لله عز وجل. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لو مشيت على كرام وقلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعديت في شجره قطعت ما بينكم، يعني انت قلت للناس السلام عليكم ورحمه الله وفي شجره قطعت في واحد تاني قاعد تقول السلام عليكم ورحمه الله. اللي انت تلقي السلام على الناس. طب انت دوت مقاطعه اصل هروح اكلمه وهيحسب ان انا كده محتاج. يا عم انت مش محتاج منه حاجه، انت مش محتاج، انت بتتعامل لله عز وجل، انت بتعمل الامر لله عز وجل. هتلاقي في ناس الدنيا دي اتخبطت بيها الدنيا والدين لله عز وجل، في ناس بتموت وبتستشهد لله عز وجل، في ناس ممكن تبص يا اخي اكتر انت بتقرا ايه في القران يطعمون الطعام على حبه مسكينا واسيرا ويتيما. تعال بص على الثلاثه دول بيطعموا الطعام، مين هم؟ دي نازله مين؟ في السيده فاطمه وسيدنا علي صايمين. وانا يمكن قلت الموضوع ده اكتر من مره، صايمين وهم بيفطروا الباب خبط. دول بقى مش زي حالاتنا احنا بقى بياكلوا بقى على الفطار فراخ ولا كذا ولا لحمه ولا 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 ولا، لا صايمين الباب خبط. مين؟ اسير. خدوا الاكل وشربوا شويه الميه وكملوا. بص مفيش اكل في البيت عندهم. دي تاني يوم حيث ما اتصرف الراجل وطلع جاب له اي حاجه اكل وعملوه وبياكلوا هما وبياكلوا. طب هما طلعوا الاكل ده ليه؟ طلعوه لمين؟ هما عملوا كده ليه؟ عشان ربنا. تاني يوم هما وبيفطروا الباب خبط. مين؟ مسكين راحوا واخدين الاكل، بس سيدة فاطمة وسيدنا عمر راحوا واخدين الاكل راحوا مطلعين من الراجل. ده ايه ده يا عم؟ ده متوصيين بينا بقى وقت ما بنفطر، مفيش عندهم اكل في البيت. الدنيا ضيقه الحال. صدقوا الراجل يخرج تاني يوم الصبح يشتغل عشان يجيب لقمه، تالت يوم الباب خبط. مين؟ وقت هم بيفطروا يتيم خد الاكل جعان. طب هم دول بيعملوا ده ربنا نزل فيهم ايه؟ بيعملوا كده ليه؟ بيعملوا قال لك انما نطعمكم من مين؟ لوجه الله. بيعملوا كده ليه؟ لوجه الله. يبقى انت لما واحد مقاطعني واروح اصله بصله لمين؟ لوجه الله. انا بقى اقول لك على موضوع اخطر من اللي احنا بنتكلم فيه. يا رب النساء اللي في البيوت تبقى سامعاني انا وبتكلم في الموضوع ده. اللي تلاقي واحد راجل او ست يقول لك انا لو مت اوعوا تدخلوا فلان او فلانيه على غسلي. يا ساتر يا رب من هذا الامر.
يا سطار يا ستي من هذا الأمر إني واحدة ست أو راجل يوصي عياله أو يوصي اللي حواليه يقولهم أنا لو مت ما تدخلوش فلان أو فلانة علي بعد ما أموت على غسل أو يشوفني. ده قطيعة رحم بدخول جهنم والعياذ بالله. ده قطيعة رحم بدخول جهنم بتأشيرة دخول جهنم. ده بعد الناس العلماء الأفاضل في هذا الأمر خاصة بتاع الناس اللي بتقول لك أنا لو مت ما تدخلوش فلان على غسلي أو فلان ده يدخل عليا لو ميتة أو فلان ده يدخل عليا لو ميت. العلماء قال لك لا دخلوه لأني ده قاطع رحم ولعل تحدث صلة الرحم بعد موته. لا إله إلا الله. إيه ده؟ قال لك ده قاطع رحم ميت. قال لك لا دخل. هو وصى بص بايه؟ بص بقول لك وصى بايه؟ اللي ما يدخل يجي العيل يقول لك لا ضم قالت ما تدخلوش فلانه ديت على غسلي. ده ابويا قال ما يدخلش فلان ده على غسلي. ده انت دخلت ابوك او امك جهنم. والعياذ بالله دخلت ابوك او امك جهنم. ده العلماء قال لك لا اقطع الوصيه. قال لك اكسر الوصيه. قال لك ادخلوا على ابوك او امك عشان تصل الرحم بتاعه قبل ما يخرج من الدنيا. ده العلماء مش انا اللي بقول لك الكلام ده من عندي. اما تسمع واحد راجل او ست ينطق الكلمه دي قدامك قول له ايه يا عم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يدخل الجنه قاطع رحم. قول له يا عم ده انت في الدنيا ما بتستحملش شويه حر بس. شوية حر زيادة بشوية رطوبة ما بتستحملهمش. بل هتستحمل ازاي ألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى ابيضت وألف سنة حتى اسودت نار جهنم والعياذ بالله هتستحملها ازاي؟ مال انت مش مستحمل شوية الحر ده بس عشان ما عندناش تكييف شوية مراوح. بص عاملين ايه؟ هتلاقي اللي قاعد يقول لك يا رب الراجل ده يخلص. ما انا هتعمل ايه في الاخره؟ كل ده عشان قطيعه رحم؟ لا يا عم انا من القطعه ده انا ما عملتش قطيعه مع اي انسان في الدنيا. حتى لو انا مش قابله، حتى لو انا مش قابله. بس هخلي فيه الصله. ليه؟ لوجه الله تعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يصلون ارحامهم. اللهم اجعلنا من الذين يصلون ارحامهم. ولا تمتنا ونحن قاطعين ارحامنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تمتنا ونحن قاطعين ارحامنا يا ارحم الراحمين. اللهم اننا نسالك من كل خير سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ونستعيذ من كل شر استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اننا نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته وزلته، ولا شيئا من أمور الدنيا ولا الآخرة دعوناك فيها إلا يسرتها لنا بأمرك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ندعوك أن تجعل لنا قبل الموت توبة من الذنوب وتوبة من المعاصي وتوبة من كل شيء يجعلك يا أرحم الراحمين فيه غير راضي عنا. اللهم إننا ندعوك أن تهون علينا سفرة الموت وتثبتنا بالقول الثابت عند السؤال وأن تظلنا في يوم لا ظل فيه إلا ظلك الكريم. اللهم شفع فينا حبيبك محمد. نسألك شربة ماء على يده الشفيقتين لا نظمأ بعدها أبدا. نسألك جنة الفردوس الأعلى فاجعلنا من أهلها واجعلنا نعمل لها. اللهم أعطك مكرابنا من نار جهنم. اللهم أعطك مكراب آبائنا وأمهاتنا من نار جهنم. اللهم أعطك مكراب أقاربنا من نار جهنم. اللهم أعطك مكراب
قال قلنا من له فضل علينا من نار جهنم. اللهم إننا نسألك الخير كله للخير كله لكل من له خير علينا ومن لم له خير علينا، نسألك له الخير يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذه الساعة الكريمة ندعوك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. من أراد بالإسلام شرا أو كيدا فاجعل تدبيره في تدبيره وكيده في نحره. اللهم انصر إخواننا المسلمين المرابطين حول المسجد الأقصى الأسير يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسره يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في اليهود يوما من أيامك. اللهم أرنا في اليهود يوما من أيامك. اللهم إننا ندعوك أن توسع علينا في أرزاقنا وتهدي لنا بناتنا وأولادنا. اللهم احفظنا واحفظ بيوتنا ونساءنا وبناتنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا وأخواتنا وجيراننا وكل من له فضل علينا من كل آفة ومن كل دابة أو ضالة في الأرض أو في السماء، فإنك أنت خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم أوسع علينا في بيوتنا فندعوك أن ترفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ندعوك أن تكفينا بحلالك عن حرام وتغنينا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة وقد قامت الله.